هي زوجتي عنوانها عنواني، وحبيبتي بستانها بستاني، ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، أتينا لنهديكم أزاهرا وريحانا بألحان نسوق لكم فنون الشعر ألوانا، أريشا فاح من عرق يزيد القلب سلوانا، يهز الوجد بطرب ويهدي النفس إيمانا. حي الله من لفانا ويا هذا به عدد ما غرت الطيور، وعدد نجوم السماء وأسرارها، وعدد الحبول وأزهارها، وعدد السحابة ورمالها. وأهلا وغلا قد انتهلا ووضعت سهلا، نرحب بك ببركة ظهور، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب، وأشكركم على حضوركم معنا بين أخواتكم وإخوانكم، متمنين لكم طيب الإقامة مع المتعة والإفادة، وننتظر منك الجديد والمفيد. أهلا وسهلا، أشرقت الأنوار بقدومك، وتدفق النور في إقبالك، وغردت الطيور بك، فيا أهلا وسهلا. أولا نذكر أن الدورة كان أول عنوان هذه الدورة كان بأن الزواج من سنن الأنبياء، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المحاضرة الثانية، وكانت المحاضرات الثانية من إلقاء الشيخ الأمس الشيخ مصطفى بدوايا حسن الاختيار، وهذا نحن اليوم نصف إليكم باقة جديدة، وهي تحت عنوان منكرات الأفراح. منكرات الأفراح، فأولا نرحب بشيخنا الفاضل وأخونا الشيخ عبد الحق سفيان، ونشكره على هذه الإطلالة، ونتمنى له كل الخير، ونسأل الله عز وجل أن يثبت خطاه، فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ميقنة بأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبد لله ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة ومحى عنها الظلمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى التحق بالرفيق الأعلى، فكان هذا آخر كلام بل الرفيق الأعلى صلى الله وسلم وبارك وعظم وقدس ووالي ونور على ذات سيدنا رسول الله، صلاة تحضرنا يوم الحساب وتكون لنا زلفى وحسن مآب. نسأل الله في هذا اليوم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فلعلي سأزجر في الكلام محبة لا كرها، وإنما الذي يستعرض لنا في هذه الدنيا والأمور التي طغت في أفراحنا كلها إخوة الإيمان صلح الأخرة مخالف لرسول الله، ماشي جلها، كلها مخالفون، نسأل الله العفو والعافية. بدء أشكر الجمعية وأشكر الإمام المسجد القائمين على هذا الأيام الدورة التأهيلية
للمقبلين على الزواج، كما أننا ننوه بأننا لنا موعد مع الزواج الجماعي تحت إشراف جمعية تكافل اجتماعي يحضر معنا رئيسها الحي عبد القادر. سيكون موعد إن شاء الله في مسجد أمنا عائشة في زواج جماعي، نسأل الله أن يبارك لنا. والحمد لله جلسة ما نعرف ما نجم جمهور صفة، لأن ربما خير الألف ميعاد أن الذين نريدهم أن يحضروا لمثل الدروس هم الذين يقبلون على الزواج، أليس كذلك شيخ صالح؟ لأن لابد على الأقل يكون هنا أربعة خمسة من يتزوجوا، هم المتزوجين صحيح؟ ترتب على سكوك المنزل، ما نعبدوا فيها شيء كاظم وكذا، ذاك علمه عند ربي. بصح احنا الذي نريد ليحضر هم المقبلون على الزواج لكي يسمعوا حقيقة مرة لا يشاهدونه، وما يتدخل فيه الأبوان، وما يتدخل فيه الإخوة، ويتدخل فيه الجيران والأخوات والأعمام والعمات والخال والخالات، بحجة أننا لن نخالف المجتمع. إحنا ما حناش باغيين نخالف المجتمع، اللي بغى يدير شي عزو الأرواح، كلمة الأولى، إحنا ما نخالف المجتمع. هذا المجتمع إخوة الإيمان، هل هو على نهج رسول الله؟ إذا كان لقى جميع المجتمع لا يتبع النهج، ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ ماذا نرد؟ فإذا كان هذا الشاب المقبل على الزواج سمع وتلقى هذه الدروس اللي جعلها الشيخ في عنوان مفاتيح السعادة الزوجية، والأصل كانت من مفاتيح السعادة الزوجية، ما عليناش إذا بغينا نحصروها ما نقدرش نحصروها، ولكن نذكر منها ما نستطيع وما يسمح به. أول منكر إخوة الإيمان، نسأل الله لنا ولكم في الأفلام، الخطبة. ما يحدث في الخطبة من تجاوزات غير مسموح بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي تحفظونه جميعا، قال عليه افضل الصلوات وازكى التسليم: لا تتبعن سننا من قبلك. لا متأكيد، تتبعن سننا من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع. واظن انه يوجد زياده في روايه اخرى: حذو القده بالقده، إن لم تخلني اللغة أو القد بالقد اللي هي الأزرار، أزرار تاع القميص، معناتها إذا داروا الأزرار هكا ديروه هكا، وإذا داروا الأزرار هكا ديروه هكا، المهم تبعوه. راه يهضر رسول الله صلوا عليه، راه يتكلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام: حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قال الصحابة اللي كانوا حاضرين: اليهود والنصارى؟ شكون زعما راه يقول رسول الله سؤال اليهود والنصارى هذا تقول ما تبعوهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ سؤال بسؤال، فمن؟ إذا ماشي اليهود والنصارى فمن؟ فلا بد أن يعلم الإنسان أننا في الاتباع الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قصد بالأقصد بذلك اليهود والنصارى. مشكلتنا في الاتباع مع هذا السفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اي لن يرضوا عنك الا اذا اتبعت ملتهم. واول عمل يجعل الانسان الذي يقبل الزواج يدخل في دائره الاتباع بدارجتنا الفيونساي. هذا في مصايه، هذه الاكذوبه التي طرحها الغربيون من على مجتمعاتنا، لاننا نتشبه بهم، ولان الاستعمار اللي هو الاستثمار في الحقيقه حكم فينا وبعد فينا وشحت فينا وطبعنا بطباع. منها ان الشاب لا يستطيع ان يفوت فرصه ان يلبس الخاتم لخاطئة. أول منكر فيها هو اتباع اليهود والنصارى لأنها ليست
من سنة رسول الله. بلا سنة صلى يقول لك ده عادة ماشي عادة. لأن بغيت تخرجوا على السنة بغيت تتكلموا بالعادة. لأن غالب لما أمر طلب من الشيخ أن يدير هذا الموضوع بحث الغالب يتبع هذه الأخطاء ويدير هذه المنكرات لسببين اثنين. أول هو الجهل، إما جهل ما يعرفش الله، وإما متبع للعادات والتقاليد بدون علم. فإذا كان جاهلا ومتبعا لهذه العادات، ما دامهم ما تنافوش مع الشرع لا بأس بذلك على نطاق شوية ضيق ماشي موسع نحلهم. فإذا فأول منكر هو الاتباع في الخطبة، هذا هو أول منكر، هو اتباع اليهود والنصارى. ثاني منكر هو الخاتم هذه التي تكون من ذهب، الأليونس تكون من ذهب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رفع في حديثه حمل الذهب والحرير وقال هذان محرمان على ذكورنا، حلال على الإناث، حرام على الذكور حلال على الإناث أن تلبس المرأة أن تلبس الذهب والحرير جائز لها، الذكور حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي يلبس خاتما من ذهب، قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام حذره ووعظه ووعده وقال له إنها جمرة، نسأل الله العفو والعافية، جمرة من نار جهنم. لك الصحابي كان قادر يدينها، وهي رسول الله طبعا كاش لكي يتابع ويمتثل ويطيع ويستجيب لرسول الله من الصحابة ما كانش مشي كان قال بارك الله فيك بارك الله يجازيك وبارك وتسعه وش عقال زوجته ولا مش عندهم ولا مش بارحه وش بها حوايج يلا لا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فظهر ما كانش الكلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا لا يا شيخ ذهب يا حرام، انا عارف انا سمعت واحد الشيخ قال لك اودي لا غير جوج غرامات ولا ربع غرامات هذيك في الفضه حتى شبابنا اليوم راه يلبس خاتم تاع فضه توزن كيلو، وهي لا تلبس خاتم تاع فضه توزن فايت غرامين او غرام اختلاف الطفيف بين الفقهاء بميزان درهمين، او يلبسوا خواتم قدها على ما تبرجع اليد بها سبحان الله. هذه فضه، هذا الذهب حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذكور امته واباحها للنساء. هذه المخالفه الثانية، المخالفة الأولى الاتباع اليهود والنصارى، المخالفة الثالثة هي لبس الذهب، المخالفة الثانية والمخالفة الثالثة هي أن يلبسها هو لها، وبذلك ماذا يفعل؟ وهي خطيبته يا خطيبته مازال ما عقدش عليها مازال ما عرفش زوجته خطيبته، وإذا ألبسها كيلبسها غادي يشد لها يدها ويلبسها وهذه أجنبية عليه فلا يجوز لأنها أجنبية عليه، لا يجوز معها الخلوة، لا يجوز معها الكلام بالهاتف. بعض الشباب يجي يقول الشيخ باغي تلقى له فتوى باش يهضر مع خطيبته في التليفون وكي دايرة هضرة من 12 على الليل ل 6 تاع الصباح واش بغيت تهضروا؟ كلام خطير يا ودي يا شيخ ودي والله راه ملي سمعت هذا الشيء انتم شويه كنتم تزيروا علينا الله يرحمنا خوالدينا اللي عندنا ساعة باش نشوفوا شحال نجيب ليها وشحال كذا وشحال كذا، فسبحان الله شحال تقدروا القش وشحال كذا تنجم تقولها مو تنجم تقولها عمتك تنجم تقولها خاتك تنجم، أليس كذلك؟ لا لا ودي غير شوف لنا الفتوى اللي نقدروا بها انني ودي لابد سبحان الله ألا يجوز؟ ما يجوش واش بغيت نقول لك انا ما يجوش لا يجوش سبحان الله لا ولا واش بغيت ندير هو كاع كما قال بالدارجه قال ديرها على عادم وروح لربك سالم هذه هي بصح هو ماش باغيها لي هو باغي الجواز السفر
جواز السفر لواحد الانتهاكات خطيره. باقي جواز السفر باش الكلام سيفتح مواضيع وسيفتح كذا وسيفتح، هذا انت ضعيف وهي ضعيفه ويبدا تفتح امور. زعما اسمحوا لي ما نقدرش نذكرها لكم لان ربما راه كاين لنا الاب معاون، لا بد انكم جميعا تعرفون هذه العفو. فهذه من المنكرات. وقال العلماء من المنكرات في في في, في الخطبه اثناء لبس هذا الخاتم اختلاط النساء والرجال. هذا واضح عندنا جميعا. الذي يدخل العم ولد العم، يدخل الخال ولد الخال، يجي الجار، إلا ما عندكم خبر، الجار حتى هو الباب مفتوح راه محلول على مصراعيه، الجار أصحابنا يدخل يحضر لهذا لبس الخاتم. سبحان الله، بحجة العيال زعما عيال الأب مسكين زعما قال له ستوب وبغي يكون راجل بالعلماء وطفوا بالأب ما يخلاش نوض لا 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 أي بالله علينا صاحبي هذا الشيء باني راني تتخرفي هذه سي راهو لي موديل هذه سي لا موديلتي حطوا راه انت عندك لي زاريا بونسي انت راك عايش انت راك عايش زمان مرحبا بالزمان إذا كان فيه الرجولة والمروءة والله لعنه زمان إلى فيه تخنت فيه الدياثة نسأل الله العفو والعافية. الجار يحضر واحد يفايز ما حنا على راسنا ولاد بالشر ما حناش نكذبوا على بعض ما حناش حنا عايشين في المجتمع حنا عارفين العرس واحد غير فايت غير فايت ايوا اليوم اخي احنا بانين هنا ما انت حتى علاقة بالعرس يعني كما قال هذاك ديسكات شات غير انا ونخال ونخال باشين ونخال باشين. إلا تشكون زعما هذا قال لك ونخال باش نسأل الله السلامة. يدخل ما يدخل يلقى كل شيء محلول لا هذا ما هو ماهوش مقبول يا خوت علينا. هذا اللي نقول لكم حنا نزجروا وربما نحكي بكاع الناس اللي داروا هذا الشيء. تكفيه التوبة يا ربي يغفر جميعا يغفر لنا جميعا. ولكن اللي راه مقبل على الزواج على الأقل يدير الصورة نتحدى أي واحد بهذا الحضور الطيب الله يبارك فيكم نتحدى أي واحد إلى عراسنا هذا راح نديرهم واش دارهم رسول الله نتحدى أي شخص ينوض يقول يا ودي هذا هو العراس راح نديرو البيضون والرقيس والدي جوكي والغنى والليل و 12 الليل والكوردة إلى دارها رسول الله كاع مسلمين بلي ما دارهاش رسول الله فلماذا نفعله؟ علاش؟ غلب علينا العرف غلب علينا ما قدرناش نبدلوا العرف ما قدرناش نبدلوا العادات ما قدرناش نبدلوا التقاليد مع انها هذه العادات وهذه العرف وهذه التقاليد كلها مخالف لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي احب لنا الخير وبغانا الخير وبغانا كله فيما يدور في مدار منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. المنكر الخامس اللي فتناه ضربة فتناهم الخامس واش الخامس توثيق ذلك هادو ربعة توثيقه بالكاميرا والصورة هاد شو هاد ربعة اللي هضرنا عليهم كلهم يوثقه بالصورة والكاميرا هو مزلوط الخلا ما عندهاش باش يدير عرس ماشي يكري كاميرا 500 ب 700 ب 600 باش يوثق منكر حتى الا وقع فيه الانسان منكر يقطع كلش عليه يقول يا ولد الفضل يا ولد مش نعرف يقطع حوالي هذا ماهوش على بالي بلا حرام واللي راه على باله ما يديرهاش كل هذا يوثقونه بالكاميرا بسهولة. صوت كاميرا كاميرا بعد مول الكاميرا هذا اللي يمشي للدار باش يمشي للمحل تاعه باش يخرج هذه الصور خرج هذه الكاميرا تيديرهم في سي دي ولا في مجلس راه يشوف سيارة النساء راهي واحدة لابسة هنا واحدة هنا واحدة شعرها مطلوب واحدة ومع وخطرات يدي الصور مع الدار تجي خوي ولا شو
شوف هذا شو هذا فلان هذا خوش بدا شو شو لا اله الا الله محمد رسول الله هيك صحاب روحنا مع الصحابه احنا شو مع الصحابه احنا مع ناس لا يعرفون المنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا اما النفس تاعهم الهوى اتباع الهوى والسلام هذا هو فيوثقون كل ذلك بالصور والكاميرا وحتى اذا لم تنجح هذه العمليه اللي هي الخطبه بعد يجي الزواج لم تنجح هذه العمليه كي يبدو تصاور ليس فكرة شوف شوف ما قلت الله ينعي على شوف كان يتصور معك شوف شوف تقول لي هذا اللي كان جاء خطوب ودا تصور كان زين كي جاب لك جاب لك جاب لك يقول هذا باتي سري وجاب لك خمسة داك الشيء وجا يقول لي ما قلت الله ينعي هذا إلا ما تسقطش الزواج ما تسقطش الخير ما شوف ذكريات شوف هاد ذكريات مصيبة الله يسلمك هو سيدي وجدني لي وجدني قبلي نسأل الله فهذا كله موثق إخوة الإيمان بالصورة والكاميرا باش يتفكروا به المصائب يعني تسمى في كلتا الحالتين تسمى ما تسمى مصائب في كلتا بغى الزواج صرا ولا ما صراش مصيبة نسأل الله العافية هذا المنكر الأول اللي فيه خمسة نتاع المناكر تحت اتباع اليهود والنصارى خاتم من ذهب لمس المخطوبة اختلاط النساء بالرجال توثيق ذلك في القلوب الصورة يأتي المغالاة في المهور حدث ولا حرج وهذا باش نضروي لكم خطرة لكم عايشين راكو عايشين راكو عارفين راكو شايفين واش صاري صدقوني والله خطرة واحد يمشيو يخدموا استقصى دخلوا يخدموا واش قال لها تعرف واش قال الاب للابن الاب هذا واش قال لهذا الخاطب جا هو ما ولا بابا الا راهو عاطيين 70 يا اغوص عاطيين 70 قال مشي كذا سيد قال لي قال لي تعجبتي واش عاطيين 70 هو ما فهمش لازم تبيع هذا الشاب صدم صدم ديريكت كاع قال لي واش 70 قال لي واش قلت لها واش قلت لها قال لها ودي راه يقول لها قال لها 70 لا تاكدوا باللي راه كان الاب يقول ودي راه المهر 70 مليون وعاطيين 70 تسمى شحال؟ زيد اخي 80 ولا 70 بعد واحد تزوجها واحد الشاب تزوجها كيما هكا كان يبغي هاد البنت وانا ننصحكم الى الولد البنت والولد الولد بغى البنت والبنت بغى الولد زوجوهم الله يرحم يكون وليا هكذا قال رسول الله زوجوهم خطاكم ما تزوجوهمش راه صرا واحد الكارثه من بعد زوجوهم ما تقعدش حتى تفصل زوجوهم ورحموهم الله يرحمكم في الدنيا بالله لان سوء هاد المعاملات مع هاد الخطيب اللي يجي معاه وتعقيل وكذا وهي باغيتها وهو باغيها من بعد تولي حالات تاع زنا والعياذ بالله راكو طالع المجتمع تعرف زوجوهم وسهلوا المهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسرهن او اكثرهن بركه ايسرهن مهورا او اقلهن مؤونه كما قال صلى الله عليه واله وسلم هذا كله طويل وقال سبحانه وتعالى دايرين حنا دايرين في هنا في ولايتنا دايرين واحد كيقولها واحد بروفا زواج ليله في تدبير عام ياك زواج ليله في تدبير عام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج منها مع خديجه تعرفها الكبرى معروفه القصه سيدنا علي وما ادراك جاء خطب فاطمة رضي الله عنها قبل جاء خطبها أبو بكر وجاء خطبها عمر وما ردش رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لم أمر فيها وجاء علي خطبها قبل الرسول في نهار زوجت وزفت فاطمة في نهار في نهار دار قال لها واش عندك ما عندهاش حاجة الماديات التي لم يكن لها قيمة في عهد رسول الله كانش عندها قيمه الماده الموقف تاع راجل انا نبغي راجل عنده مواقف معروف بالمواقف نتاع هذا هو الربح المال يكمل الجاه يكمل والسلونساج يكمل
راهم يديروا الحباس باش نخلص على الوساج، معناتها كان تزوج واحد الزواج خاسر. الى جا واحد مسكين بالليل ومدين اعطيه. لا ماشي واش عندك؟ ما هو عاد باغي نبداو في الله. اي جي لك واحد الوساج واش عندك؟ لي جو سي في بنات وكاس باش وين انت ما عندكش 1000 فرنك في جيبك. هذا زوج هذا هو هذا شهر اخوتي يبدا تبدا المحكمه شهر تبدا المحكمه المشاكل، لان الذي كل امر بني على باطل فهو باطل، وكل شيء خلا الله فهو باطل، كل نعيم لا محاله زائد. هذا شعر لبيب كما قال صلى الله عليه وسلم. جليبي تعرفون تعرفوه جميعا، جليبي صحابي شوف ذميم وجه ماشي زينت ما عنده والو. اش ما عنده والو؟ نتحدى واحد كيف هضر في هذا الزمن، لا دار التأويل لا الفراش يرقد عليه، ما عنده حتى شيء، ما عنده والو والو بكل معنى الحقيقي لهذه الكلمة. ذميم قصير شين كما نقولوا حنا القرنافه كما يقولوا صاحب الشهر. الله غالب ما عنده حتى مؤهلات الا انه ما فاتته تكبيره واحده خلف رسول الله، ما عمره لا راق تكبير الاحرام خلف رسول الله، وما عمره لا تخلف عن رسول الله في غزوه، وعمره لا تخلف عن رسول الله في سفر. بصح ما عندهاش شيء قاعد حدا النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد حدا رسول الله الصحابه، وقاعد حدا رسول الله شاف فيها رسول الله قال يا جوي ما تزوجش؟ لا ما تزوجش. شكون يزوجني؟ انا نزوجني. شكون هذا يزوجني؟ قال انا ما يزوجنيش. قال يا رسول الله انا وزوجني. سعداتها هنيئا رسول الله الى هنا تاع جبد. وكي يهضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب. كي قال كي يقول رسول الله كلمه اخوتي باش نكونوا متفاهمين، كي يتدخل رسول الله الطبع والعاده وهذا التفنان في الكذوب وهذا التفنان في كاش، لان الصحابه كانوا يغلبون الشرع قبل الطبع. والامر تاع الشرع وطبع تلقى ماذا يفعلون؟ يغلبون الشرع على الطبع. مثال ذلك غلب ابو بكر الصديق رضي الله عنه الشرع على الطبع في خروج اسامه بالجيش 17 عام يقود كبار الصحابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القائد اسامه، والصحابه كي مات رسول الله جاءوا لابو بكر يا ابا بكر رضي الله عنه صغير واش قال ابو بكر الصديق؟ الله لا انفدن جيش اسامه، اقسم بالله من تراجع على شيء مات عليه رسول الله. بغيتو انا ندير فتنه نخالف امر رسول الله. فغلب الشرع على الطبع، عن الطبع اللي جاو به الصحابه يهضروا له ولاد صغير وما عندهاش حنكه وما يعرفش قياده، الاخر عمر بن الخطاب خالد بن الوليد علي بن ابي طالب مشاو. نعم هادو حبسهم خطر هدر رسول الله. كيف هضر رسول الله؟ كاش الهضره واحد اخرى؟ كاش هضره؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول كي يكون يدير الدرس ويقول قال رسول الله ويشوف الزوج يهضروا ينوض من المجلس يخرج فيبدا يشدوا فيه يا ابن عم رسول الله حمى راسه وراك مخلي الدرس يقول لهم انا اقول لكم قال رسول الله وانتم تهضروا. كاش كي تسمع قال رسول الله ساي كلام يبطل كل شيء يحبس. فلهذا جريم كي قال له رسول الله انا وزوجك ساي هي السعاده، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يطردش بدل يشتغل. يعني هو كان قاعد له واحد من الصحابه تعرفوا الغني والفقير ماشي كيف كيف. الغني اذا خطب الناس اعطوه، وإذا تكلم سمعه الناس. دونك جيب لي غني، جيب لي واحد غني يهضر كاع الناس كتسمع.
وإلا خطأ ما كاينش اللي يرد الفقير له ما كاينش اللي سلطة على هاد السيدي له يبلع خليل إلا خطأ ما يعطوش لا حاجة لأن المقياس خاطئ والمفاهيم خاطئة. هذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وكان حدا فقير من الفقراء جاء واحد من لا كان حدا غني من الأغنياء جاء واحد من الفقراء تنهى الفقير ولا عمي زوبي تاعي هو يتخطى الرقاب حتى لذاك الغني ذاك الغني اللي حدا فقير في مجلس رسول الله واش دار ذاك الغني البردة تاعها قال لها هكا باش ما يتوشيش الفقير فلمحه رسول الله لمحه شافه رسول الله فقال له رسول الله أخفت أن يعديك فقره أو يعديه غناك الطريقة اللي قالتها كي جايب واحد حداك هزيت البردة نتاعك وكل شوية استأنفت استكبرت ما بغيتش غني يقعد حداك ويمس فيك قال يا إما خفت اللي الفقر نتاعها يعديك ولا الغنى نتاعها يعديك فقال الغني له نصف مالي يا رسول الله كفارة لي غلط قال لها أنا غلط بغيت نكفر عليها نصف مالي نعطيتها مالي كون حنا واقفين هنا فاقي ولا بغيت نبارك الله غلط هو اللي يجيب لها الموزع وانا رجع فيني بالنصف مالي لا سأله رسول الله تقبل قال له لا أخاف أن يصيبني من غروري ما أصاب لا العيش ده اللي راه ما عندي ما ندير به طلعنا الى نديهولو اللي كيفاه اللي ما بغيتش شوف شوف الصدق شوف وكل هذا تحت نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واحد جالس قال لها نرجع جريبي قال لها عندك بنت قال لها وابي باش تزوجها جريبي قال لها السيد اللي شاف جريبي ما عنده ما يعجب واش قال لها واش قال النبي صلى الله عليه وسلم وراجع الرأي مع زوجتي ما يهرب منها قال لك نشوف زوجتي اخي ونقول لك يا رسول الله قال معليش روح دام الامور الاستشاريه معليش جاء تشاور راه مشي فذهب الرجل شد في راسه ومشى دخل على بيت قال لزوجته يا زوجتي ان رسول الله خطبنا واش قالت له زوجته؟ قالت له نعمه وكرامه نعمه وكرامه شكون كيف نخطب فينا رسول الله؟ قالها ماشي رسول الله هاد جليبي بيبي وراه خطبنا فلان خطبنا فلان شنو مرة كتبغى تلون هكا جانا فلان وجانا كذا وجانا قال لها ودي سمعي انا هذا واش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واه ولا لا قال لها ودي شويه جويدي واش هذا المسكين عنده والو كيفاش نديرو دوكا تسمع البنت البنت تسمع في الحوار تاع باها وامها راه تسمع سمعت واش قالت؟ خلص عليهم صلى الله عليه وسلم انا سمعت منك واحد الكلام يخصني ها واش ها واش خطبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو تمام لكن ولكن ما اللي خطبك ماشي رسول الله جليبي قالت لهم ادفعوني الى جليبي فلن يضيعني رسول الله ما يضيعنيش عارف رسول الله إذا ضيعش الخط في كان في الماء كاش راه قال له روح وارجع الى رسول الله ووجهك حمر ولا رسول الله يا رسول الله قبلنا لا لشيء الا لاجلك يا رسول الله في نهار اخوتي ماشي زواج ليله ست بيعام في ديك النهار شو شحال اخذت القصه شحال وين تقعدوا يا اما معنا الروايه لا مانيش عارف نتاكد من واش قعدوا في الصبح ولا الظهر يمكن يكون بعده بعد صلاة الصبح ولا بعد الظهر نديروها زين. ايوا هذه بعد الصبح ولا بعد الظهر تأخذ وقت تاع عرس تزف زوجها. نعم يا اخوتي. جاء الرجل قال يا رسول الله ربي هواش ثم عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء جليبيب واحد عطاه عبايه واحد عطاه اول كما قال رسول الله ولو وشات واحد عطاه شا واحد قال له دير عندي واحد الطعام مشى جا له واحد واحد قال عندي واحد قال عندي اليد خير ولا لا يحضرني واحد النوع تاع واحد الخضره يديروها مشى جابها له في عشر ذبح المغرب
دار العقار تعشى، جاءت مثل ما قال خيط في وهران وحال عاد راكي خيط في إبلان في سامبيا، ولكن خيط في قصودا، ولك يا لو درك كان حق هذه فتبيع لها كبيرة الفريزة عند تاع الرحمة أوراق ديال الأمور، ما كانش كاع هاد الهضرة، واش هما ما كيبغوش بناتهم ولا ما فهمتش؟ إلا بمفهومنا حنا وداري جنا، إلا راه المقياس عندك تبغي بنتك بهذه الطريقة، أما هادو صحابة رسول الله كيشبهوا بناتهم، هذا هو الشرح البسيط الذي لم أجد له تفسيرا، لم أجد له تفسيرا، إما ما كانوش يحبوا بناتهم وكانوا يتمنونهم وإما كانوا بخالة وما كانوا شكرا، لا أبدا كانوا ميسرين لما يسروا الحلال جاءوا سهل وصعبوا الحرام جاءوا سهل، إحنا العكس، إحنا يسرنا الحرام وصعبنا الحلال، فإذا جاء الشاب يتزوج تبعات على رقبته تبعات السهل حتى يقول لك شنو هذا الزواج؟ لا بعد ما يقعد يدخل هذا علاش؟ ما كانش الرجولة في اتخاذ موقع الأرواح، بسم الله هيا غدوا إن شاء الله نعم بايا واش عندك هيا دين نعرض في فصل علي بن أبي طالب كذا قال لها رسول الله قال لها رسول الله جاء خطر فاطمة قال لها عليك بل فرح رسول الله بل تزوج قال لها معك وشي قال لها عندي زش علي وماذا قال له رسول الله والدرع عندك درع شحال في يدي 400 درهم قال هذا هو المعروف فاطمة رضي الله ونهارها لبال فمهارها على بال وتزوجوا في ديك الليلة في ذاك النهار اللي قالها رسول الله عطيت هالك مشى علي الحمزة رضي الله عنه قال له ودي واش عندك قال لك ياك عندي ولد ناقة على هذا مشى لواحد آخر قال له ودي عندي نتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق قال له راه كاين واحد لباس زين نتاع امرأة أنا باغي نعطيه لفاطمة باش تزف به إلى علي هكذا في طرف الأنظار جوج كلمات جاب على رسول الله جاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكملنا لا مغالطة في النهور ولا مغالطة في الأمور تاع الزواج ولا قال لها صافي 30 مليون ولا قال لها فارق 70 ولا هذه الهضرة للأسف ولات فرض في هذه المجتمعات وما ديتش في ماركة جارنا دار ولد عمك دار فلان دار ودي واحد فلان دار واحد العاش واحد العاش دار ولكن انت مش حاسس على هذا العاش اللي ما تقدرش انت ما تقدرش على واش حاسس تمشي لحاجه ما بعيده عليك بالك هذا كي لا قدها الله يسهل عليه وانت ما قدرتلاش كما سواء من الطرفين من الزوج ولا من الاهل الزوج وقال صلى الله عليه وسلم من يمني حديث اخر من يمني المراه يسر صداقها كما قال صلى الله عليه وسلم والوالدين شوفوا باش نذكركم واحد الحاجه تربيو عليها الوالدين ماجورين 20 عام تتربي فيها البنت ولا حاجه زواجها مثلا في 20 ولا 25 ولا شحال وين تزوج كيتزوج عندها اجر كبير تصرفت عليها وتكبرتها وتربيتها اجر كبير لا يعلمه الا الله سبحان الله اذا كان رسول الله قال اللقمه تضعها في زوجتك وابنائك راه في عجب يعني فيها صدقه تخيط ربك 20 عام ولا 25 عام حتى مشى في البيت الزوجيه والوالدين مأجورين على هادشي ماشي الوالدين هم منافين قلقين يصرفوا ما قالت شو يكتبوا يا سيدي واش حاسين على هاد الاولاد وهاد البنات وهاد العقارب راك مأجور ما تخسرش هاد الاجر تاع الكلام دعي لها ربي ان شاء الله يسر لها امرها ويسهل لها والمنكر هذا الثالث كلكم جميعا ايضا تعرفون يستخدمون الات طرف الغناء بدليل واهي دليل ليس مقنع ابدا ودليل ليس له في من الصحه تأجي ومن قال بان الغناء حلال فقد كذب على الله ورسوله الغناء قسمه العلماء ثلاثه اقسام القسم الاول هذا في العرس ماشي الغناء غير هذا ماشي الغناء اللي قاعد في دارك ديرو شي جواري تشعل اخو وقعد تسمع في حال ضروره كما العرس راه خصه يبان باش يبان اذا كانت فيه الات حرام شرعا ولو كان الكلام هادفا كون يكون الكلام هادف كلام زين
وفيه آلات وترية بياض وعلو حرام شرع. هذا الأول. الثاني حرام إذا كان بدون آلات وفيه كلام قبيح. يقولون فيه العلماء كلام تشبيب النساء، وتشبيب النساء واحد الشعر كيتقال في النساء دعوة صريحة للجنس بلغة عربية كبيرة عليها. تفهم كلام ماشي. ولينا غرب الرجال العربية كيقول لك بيت شعري، شفت بيت شعري؟ راه يطيح لك في البيت الشعري وانت ماكش فاهم. إذا كان هذا العلماء قالوا كون يكون ما كانش آلات وكان شعر صح في الليل تاع الشعر وكان فيها كلام فيه تشبيب النساء معناتها فيه جنس صريح في الشعر حرام. والثالث إذا كان بدون آلات وفيه كلام هادف شعر راقي كلام كما ثبت في السنة معروف عنه فهذا جائز ولكن ليس بالكثير. شي داير تقعد ساعات تقعد تغيط طريقة صايب تقعد الليل كاع الليل كاع. والشيء المؤسف والمضحك والذي يخجل ويجعل الشيخ الهرم يخجل من نفسه في عراس مشينا نديرو فاتحة وواحد يقول لك الشيخ ثقة طل طل احنا كنطلوا كنحشموش النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي ان يكون له فائدة الاعين هذا رسول الله وحنا لا ونعمي فينا طل اربع شيخ طل طل شكون ذاك؟ هذا كيصلي في الكرسي في الجامع كيجي الجامع كيدير كرسي كيدير الدهر يوجع شحال عنده 70 عام 80 عام يا حبيبي في العاس ينكز ينكز نلي يا كرسي كتصلي انت في الكرسي ثم راه يدوك تصلي في الكرسي ونديرو جينا خسر لينا الصف الاول خسر لينا الهيئه هاك الصف الاول ما خاص ما يكونش فيه الكرسي ما يكونش فيه صحاب دوات الاعراض امراض خاصها يكون الصف كامل الصف الاول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصف الاول حاجه عظيمه الناس مستصغر الصف الاول حاجه عظيمه في الصلاه خاص يكون الفقهاء امراء اللي حاملين القران ماشي واحد لابس ليميس مع لابس ليمان كريستيانو جاي نصف المود جاي مقطع اش هاد الشيء هذا خروج على الموضوع بس الحلم كلام خطير وحسن لي مسكين كيجي يصلي ويتحرج تيجي يصلي واحد الصف الاول دائما ما عنده حتى علاقه بالصلاه ويتحرج من الامام ويعشم كاين اللي زعف يقول كاين اللي زعف ويقول كاين اللي زعف لا فهموا الى الامام حشر انا نقولها الصف الاول سان كي قال بالفرنسي سان الصف الاول خصو يكون مريقل كما قال لي واحد الشخص كان مشكل كان كان درس الجمعه ديرو جمعه الربعه تاع الاخر واحد السيد ديال المغرب واحد الدار ومارك مرحبا بك مرحبا كان لي نشوف كتاب ديال جمعه الربعه الصف الاول ما كيبدش ما تدخل الجنه كاع ولا هذا هو صح وهذا ما كيتها الجمعة شابلها الجمعة جيدة الجمعة تبرع حتى تطلع أنا كنطلب كي نشوف ما كيخيس الأول كاع الناس يعني زعما كي اللي أصحاب الجنة ودي تا الله الله يجي سبحان الله واحد يقول لك دير لي الشرقي الآخر قال له دير لي الغربي الآخر دير لي عصري واحد دير لي أصلي أصلي هذا شكون كتبوش راسو اصلي عادي ديك النار اصلي وشنو هو اصلي دكاني هو عبد العليم هذا اصلي لا ما نكزوش انت واحد لا ما اصلي لا ما كاش ليش من الله ما نقولش عندنا حرمنا ولا راسو شي هذا خلينا نعم يزيرهم ويزونا وهذا شكون ولا هذا هذا خير الناس هذا كيصلي في الكرسي يصلي في الجامع في الكرسي وينكز في العرس يا سيدي قطع بحاجة تبغى تحرمها يا زيد ومن بعد واحد الاخر عصري عصري هات الغنى اللي بتعرفه الاخر شرقي شرقي هذا اللي يطلق النجوم وكلام فاحش وغربي الهيب هوب عطاني غير قال حقنا هاكو ضاربين ديجا واحد السيد جاني قال لي شفتو قال لي انتم والله ما فهمناكم غيركم ماش مرحبا قول لنا واش كل كودي تيهضروا علينا حنا يا صديقي
انا قلت يهضروا علينا بالكذا راه يتوب. لا بغي الله شي نهار نديروا على شكون قال لي واش بغيت نقول لهم حرام ماشي بحال اللي دير شي بلا بسيطه نبدا نتعلم فيها شي بلا بسيطه حنا كنجينو نديرو نتعلمو فيها نسال الله السلامه والعافيه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن اقواما من امتي يستحلون الحيره اللي هو الزنا يستحلوا يعملوا على الحلال شي حرام والحريره والمعازف. ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حبوه لم تحبوه صلوا عليه قال لكم لا يأتين أقوام أو لا يكونن أقوام من أمتي كان وصلنا لها احنا فيها يستحلون المعازف يقول لك حلال مش حرام خلينا هذه حرام وما تبقاش تكثر علينا وما تبقاش أما الجائز في العرس هو ضرب الدفل للنساء هذا الجائز النساء ضرب الدفل إيه يقول لك لا كنا نشوفه كاين عندنا في الحق ولكن ماشي حتى الصباح ماشي حتى الصباح لا شوية هكا صاحبي هو الرذب اللي كاين عرس وسلام. الأمر الآخر هذا الغنى اللي يقعد حتى الصباح هذا الغنى لا يقعد حتى خمسة الصباح دي جوكي ولا يجيب مونيكا لا يجيب مونيكا لا يجيب دراهم يجيب مونيكا. اعلم ان الكبير والصريع والمريض والمرأة الحامل الصبي في حيك الذي تقوم به بهذا الفعل كلهم يلعبونك يا انك اشتي تعالى فطور والله يسخر بارك الله فيك والله الله تبارك الله تعقوق والله الله يكرم الناس واش في الليل كتكون داير غادي تحس يكون هما ديرونجي والله يعافيك كتكون انا شنو بدو هذا كان ياكل عندها الكويلات كان يتعشوا عندها ولا كنفطروا عندها. اعلم انك كي بهالطريقه الكل يلعنك واللعنه نسال الله العافيه والعافيه خرجنا رحمه ولكن عندها درجات شي لعنك شاب تقدر يفوت ديك الليله ماشي كيما تلعنك مراه حامل ولا مرضع اللي راه في حاجه ماسه الى النوم صبيها في حاجه ماسه الى النوم ولا مريض مريض ما لقيتش النهار مسكين بالسطر والمرض والدوايات اللي باري كي جا داك الوقت باش مسكين يضرب لي باش يرقد انت جا داك الحاله ديرونجيتها فدرجات قد ما كانت اللعنه درجات نسال الله فيها العفو والعافيه. ولعلنا نختم بهذا المنكر الاخر تصديرا تدرس المرأة لا يجوز لها أن تتزين تزينا كاملا إلا لزوجها ما يجوش تتزين تزين الكامل للنساء كاملا كما هذا لا يدور في تصديرا مثلا على هذا صلى الله وسلم على رسول الله. بعضهم لبعض عدو الا المتقين باسم الصداقه
صديق عمري أمي دونفونس واش دينا الوزير وهذا الوزير مش مهم تاعي كشف لك على العارف الكذوب انا ما نفهمش انا كي ما ديش وزير واش ما يصعب شباب من الأونتة مش وزير لا وزير ولا عمي ولا صاحب والصغور شو وزير صاحبي يدخل لك صاحبي البيت شو الهدرة تعرفين شو تقول لا وزير شو وزير وزير هاي يضمك على عرضك لما عندك خبر خدمت الماكلة ولا طلب حتى بعد كل سنة واحدة مناوشات ديرها دنيا لك أحبب حبيبك هون النار عسى أن يكون بغيضك يوم النار الصدق ماشي قاعد تتحبه صايت أن تعطيه كل شيء لأن في يوم من الأيام الجن يكون عدوك وأبغض بغيضك هون النار عسى أن يكون حبيبك يوم النار عسى خلي ما كنت أصلح شيء معه تبغضه تبغضه حتى ما يقبلكش بعد بغض معليش شوية شوية بسع ينجم يولي من بعد صاحبك ولا حبيبك أم بعد يوصل هو مع المناوشات فرحان أقول له أنا كان هذيك الليلة أنا طليت وأنا شفت وأنا لعبت وأنا مشيت وأنا اللي ديتها للطبيب وش الهضرة هذه برجة الصداقة هذاك هذه برجها وهذا ما جاءت به شريعة من الشرائع وما قاله رسول الله وما فعله صحابة رسول الله وما فعله الصالحين ولا تبعوه كاش هذا كلام مزيف صحيح كما الغنى الذي يفتيك ويقول لك حلال كذب على الله ورسوله هذو غير متمطعين اللي بغيو يتهربوا معنا يا خويا ديره ديره كاش يسالك بصح ما تستحلهش حتى لا تدخل في دائره حديث رسول الله لان كلمه يستحلون راه فيها نسال الله العافيه كلام خاطئ على الفقهاء راه كاين من واحد يقول لك اودي درت هذه ولكن يا ربي اغفر لي ولا تنسى ويعرف يعرف يعلم بحرمتها وكاين واحد اخر لا يديرها ويلا كي تجي تهضر معاك يقول لا حلال هي حرام باينه وهو يقول حلال هذو من الناس الذين يستحلون كما قال رسول الله لا يكونن اقواما من امتي يستحلون الحيره اي الزنا بدلوا له الفتاوي كي يردوا كلام يردوا له المراهقه يردوا يبدلوا له هذا هذا ليسونس هذا يمشي لك عشره بتاعها او بدلوا له السميه المهم يستحلونه ويستحلون الحرير ويستحلون المعازف كما قال صلى الله عليه وسلم كلام خطير خطير جدا يقع في احراسنا وفي افراحنا القليل الذي ينهى لعل ان شاء الله هذه الملتقيات تذكرني وتذكركم تذكر المقبله عن الزواج باننا في هاويه واحنا في كارثه كل من الانطلاقه حتى اليوم الدخله اللي يجيبوا المراه عيان مسكينه الصباح وهي تخدم تصدر راه كيقولوا حتى دور الكورداج يفتحوها كاع يطوروها كاع يجيبوها لمسكينة 12 الليل تما في هذيك البلاصة تبان الصلاة كاع شحال من عام الصلاة كاع ما كاينش ديك لا وقت ولا بلا بلا مش شخصية الشيخ راه قال لي سنة ركعة السنة تصدر انت غير صبحك تصدر غير صبحك شو دخلك سنة ركعة السنة تصدر غير فرطت لا 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 ويقولها يقولها كما عادل الإمام في الفيلم ساعة اللهم إن تقول بعد الجمعة يا سلام خير خير ما جمعة صحيح الصلاة ما نكتبوش على بعض من أخوتي كتبونا مرات الشباب جاني الجامع الشيخ قدمت على الدجال بعد الجمعة في المنبر تخطب على الدجال قال لك أولي الدجال إذا ما كانش يا ما كانش ما كانش لا هو لا عاد بالقبر ما كانش في احد ما غادي يدجر هذا القبر اودي كاش كلها باغي هذا القبر تهنينا من هنا ما كانش انا لا انا باغي انت راك باغي ولا هذا باغي صح ما عرفتش واحد انتم بعدا
مع عمرنا باش نكون في الجامع. عاد حنا الشيخ مازال باش نصلوا على الجامع. انت ما غاديش تصلي الصلاه ما غاديش تصليها تهضر لي الدجال. لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد جا لنا كاودي الشيخ كنا عندنا عاده ولكن ودي هاد العاده شويه الكبشه تفوح. الكبشه تفوح هذا خلاص خاصها غير شويه تقول نازل من الجنه غير شويه. وهي الكبش تفوح هاك يمشي تعرفي صافي تنفر ويتسل في الكريدي ويجي لا تعرف قداش الاضحيه يجي يقول لك اودي والله الشيخ مع الاضحيه ما نقدرش انا يا ما نقدرش انا معليش ما نقول لك هذه السنه كذا الله يسهل. الدفوع كبش الدفوع قال لك راه الوضوء هاسي كبش الدفوع توضا اتوضا غير انت كي توضا انت معليش هذيك كبشه راه وضي هو ما كيصلي ما يتوضا ما يعرفش كاع كي تشوف كبشه راه قالت لي ما وضيه علاه توضيه با يصلي ولا واش بغيتي ما فهمناش خلاص هم يضحك وهم يبكي انا خلاص كيجي يحكوا والله انا نقعد نضحك ما نقعدش فيهم نضحك والله نبدا نقول لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد قال لي جا للجامع قال لي عبد الشيخ هذه غلط واحد غلطك كاع تقولها لي سيدي غلط تقولها لي انا ماشي لو با لو با ماشي انا لو با انا مرات الباب وقاعد تحكوا له ويقول لك يا وصايا يعطيك السكر الاخرى انا نقول لك على هذا والله انا هضرت مع الله يسر على نفسك اذا شي حاجه ربي يتوب عليك وعلينا وما تمشي لا لا الشيخ انا الحاله خايف منها ويوم القيامه وكذا يوم القيامه لا تهضر لا هو باغي يديرونجيني هو كاع علاش باغي كاع باغي غير يديرونجيني وباغيني باش الجمعه كي جات زينه باغي يخسرها الشيخ الله يرحم الوالدين بهذا السمو وانا هضرت مع الله ان شاء الله اودي نفسي ضعيفه وغلط صدرت الفاحشه يا باغي غادي نفسها ان شاء الله يا وقتها شنو غادي ندير بس نقام عليك الحال ما كانش ما كانش يقام كله لكن تو انا نهضر صح انا نهضر صح ربي توبي الله وربي ينفع وما تقولش ما تقولهاش وراه ربي باس يسر عليك علاش تجي تقولها لي هو قال لا انا قال شي ماشي هذا واش قال لي انا كيعطيتها 100 الف ردت لي 500 واش 500 حدا ولا حدا لا صاحبي ما تقولش الجامع دونك صاحبي ندخلك ل 100 نحل عليك المحامي تاع سعيد ونطير لك الشعر نوريك انا تما يزال جيت تسخر انا جيت تسخر بيا هذه هي فجبنا اربع صحاح كما قال مولاي سيدنا الله رحمه الله ينوضوا لها اربع صحاح نخسر لها واحد الباب باش ما يعاودش يجي الجامع يا باش كاع يجي لي الهضره الباخسه كما صار الذبابة اللي حطت على النخله كي جات تقلع النخله شداس كان مقلع تما فرقش بك كاع حديتي ما فرق بك هذا هو فالناس هذو هما دايرين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. قررت عليكم أطلب من السماع اعتريت على الكرسي الذي سبقني إليه علما وشهود والبعاث يا الله قال لكم ترحموا على الشخصاء والله رحمه لك من نفع المزيد الله يرحم في هذه الساعة والله يبارك في الشيخ مصطفى ويجعل إن شاء الله علم ونور أن القبلة على المسجد هذه تكون علم ونور لولاية الشعب سبحان ربي رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. أشكر شيخنا الفاضل عبد الحق سفيان على ما أصاب به وأجاله على فاشل. ونلخص ما قاله في بعض النقاط. أولا من منكرات الأفراح التشريع وهي لبس ثوب طويل وكبير لا تستطيع العروس أن تمشي به فيحمله معها بعض الأولاد وبعض النساء. ثانيا المنصة وما معنى المنصة؟ هي طاولة أو كرسي تجلس فيه العروس يدخل عليها العريس ويجلس معها أمام الحاضرين وذلك لما فيه من الفتنة. ثالثا خروج النساء متطيبات وتعرضهن في الطريق الى الرجال على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اي امراه استعقرت فمرت على قوم يجد بريحها شيئا فهي زانيه. رابعا الاختبار والتصوير وهو المحذور العظيم الذي اشار اليه شيخنا الفاضل سواء كان بالصور او الفيديو. خامسا شهر العسل وخاصة الذهاب إلى بلد الكفر، شهر العسل وخاصة الذهاب إلى بلد الكفر وتهدئة الجاهلية كقول بعضهم لبعض بالرفاء والبنين. سادسا غلاء المهور والمبالغة في تجهيز الأفراح وتبذير المأكولات والمشروبات. فقال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وقد ابتلي الناس اليوم بالمبالاة في الأكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الأعراس فلا يكتفون بقدر الحاجة ويرمون الباقي في المساجد وهذا من كفر النعمة.
سابعاً استضافة الفرق الموسيقية والمجموعات الغنائية. ثامناً تخصيص الدعوات فقط للأغنياء دون الفقراء. ففي صحيح البخاري أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن أسباب المنكرات أولاً اعتقاد أن الفرح أمر حكمه لدى الناس، ولكنه يحتوي على شقين: شق دنيوي وشق ديني. ثانياً ملك النساء لزمام الأعراس. نلاحظ أن كثيراً من الأعراس تملك زمام الأمور النساء، وهي أصبحت عادة. ثالثاً عرس النساء أمام النساء أو الرجال أمام الرجال. رابعاً نقص الحواجب ولبس الكعب العالي بالنسبة للنساء، وذهاب المرأة إلى محلات الحلاقة. وفي الأخير نجدد الشكر بشيخنا الفاضل عبد الحق سفيان، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك في علمه، ونشكره على كل كلمة وجملة حملت سراً وأسراراً لحصول السعادة الزوجية. فعلينا الأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب ضرورة شرعية. ونجدد التذكير بوجود محاضرة غدا من إلقاء الشيخ صبر الجمعة، وتكون بعنوان مسائل فقهية. غدا محاضرة من إلقاء الشيخ صبر الجمعة، عنوانها مسائل فقهية. وكذلك توجد استمارة، يعني المقبلين على الزواج توجد استمارة لمن أراد أخذ الاستمارة من تقرب الإمام أو المكلف ويسجل. والأسئلة، من لديه أسئلة يوجد هنا صندوق للأسئلة، يكتب السؤال في ورقة ويضعها في صندوق الأسئلة، وتكون إجابة بعد كل يوم. وفي الأخير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا العفة والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا العفاف والعفة، اللهم ارزقنا العفة والغنى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن ثواب الدنيا، اللهم إنا نسألك حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. بسمك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسمك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسمك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.